موضوعنا اليوم عن أنواع المحاليل وخواص الغرويات. ذكرنا في المحاضرة السابقة مقدمة عن أنواع المحاليل، إيه هو المحلول وأنواع المحاليل المختلفة. هنعمل مراجعة سريعة على أنواع المحاليل. في البداية، المحلول هو عبارة عن مادة مذابة في مذيب معين، مذاب في مذيب معين. لو قلنا الملح في الماء، يبقى المذاب هو الملح والماء هو الوسط الذي تم فيه إذابة هذه المادة المذابة. يبقى مذاب ومذيب بيكون في النهاية محلول. المحلول أيا كان، على حسب خواصه، على حسب حجم الدقائق بتاعته، بيقع في واحد من الأنواع الثلاثة الآتية. أول نوع، إما أن يكون هذا المحلول تابعا للمحاليل الحقيقية اللي هي True Solutions، محاليل حقيقية ولها خواص معينة سنذكرها لاحقا، وإما أن يكون تابعا للعالقات والمستحلبات Suspensions and Emulsions، ودي ليها خواص مختلفة عن خواص المحاليل الحقيقية، وإما أن يكون تابعا للمحاليل الغروية أو Colloidal Solutions. فأي محلول هو واحد من هذه المحاليل الثلاثة، يمكن تصنيفه إما محلول حقيقي أو عالقات ومستحلبات أو تابع للمحاليل الغروية. طيب، في البداية، المحاليل الحقيقية، ما هي خواص المحاليل الحقيقية؟ الفرق بين أنواع المحاليل الثلاثة ممكن يكون بشكل كبير جدا في حجم الدقائق بتاعت كل محلول. المحاليل الحقيقية هي أصغرها في حجم الدقائق، لا يزيد حجم الدقائق عن 1 من 1000 مايكرون، هي أصغر حجم للدقائق. يعني العالقات والمستحلبات والمحاليل الغروية حجم الدقائق بتاعتها أكبر من المحاليل الحقيقية. المحاليل الحقيقية زي ما أدوب مثلا السكر في الماء أو الملح في الماء، فبتكون محاليل ثابتة، يعني مهما استمرت لفترة طويلة لا ترسب، لا تترسب هذه المحاليل بمرور الوقت. وكذلك هي لصغر حجم الدقائق بتاعتها، لدرجة إن هي ممكن تتجزأ على المستوى الأيوني. لما نقول مثلا NaCl، الملح NaCl لما يتم إذابته في الماء، اللي بيحصل إن هو بيتجزأ على المستوى الأيوني، Na موجب Cl سالب. فبالتالي لا يمكن رؤية الدقائق بتاعة المحلول الحقيقي بأي وسيلة من وسائل الإبصار. لا يمكن رؤية الدقائق، لو انا فحصت قطره من محلول حقيقي تحت الميكروسكوب مش هقدر ان انا اشوف الدقائق بتاعه هذه المحاليل، بعكس المحاليل انواع المحاليل الاخرى اللي هنذكرها بعدين. فالماده فيه بتتجزأ الى ايونات، وهذه الايونات تتخلل جزيئات الماء. هذه الايونات من الصغر، لا يمكن رؤيتها باي وسيله من وسائل الابصار، وهي صغيره جدا لدرجه ان هي لا يمكن رؤيتها وتتخلل جزيئات الماء. يا إما إن هي تكون في صورة أيونات زي محلول كلوريد الصوديوم في الماء، أو إن هي جزيئات زي محلول السكر في الماء، كأمثلة على المحاليل الحقيقية. يبقى ما يميز المحاليل الحقيقية هي أن حجم الدقائق بتاعتها صغيرة جدا جدا، وأنها محاليل ثابتة لا تترسب مع الوقت، ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو بأي وسيلة من وسائل الإبصار، وأمثلة عليها محلول كلوريد الصوديوم في الماء ومحلول السكر في الماء. النوع الثاني من المحاليل هو العالقات والمستحلبات. العالقات والمستحلبات Suspensions and Emulsions. هذا النوع من المحاليل بتكون في حجم الدقائق كبيرة جدا، لدرجة أن يمكن رؤيتها أو رؤية هذه الدقائق في المحلول بالعين المجردة. لو أنا جبت مثلا الطباشير، مسحوق الطباشير، وتم إذابته في الماء، بيكون معلق كده، بيدي محلول لونه أبيض، فبنقول معلق. زي ما يكون مثلا المضاد الحيوي اللي هو طبعا ايه عباره عن باودر وبتضيف له ميه، فبالتالي بيعمل لك سسبنشن معلق، تمام. فبيكون الدقائق بتاعته كبيره الحجم جدا لدرجه ان انا بشوفها موجوده ومعلقه داخل هذا المحلول، فيمكن رؤيه الدقائق بالعين المجرده لان حجم الدقائق بتاعها كبير جدا، بيصل قدر حجم هذه الدقائق قدر هذه الدقائق الى 1 من 100 من المايكرو، فهي اكبر المحاليل من حيث حجم الدقائق، فيمكن رؤيتها بالميكروسكوب، ممكن رؤيتها بالعين المجردة الدقائق بتاعتها. ولذلك هذه المحاليل عشان كبر حجم الدقائق بتاعتها فبتكون غير ثابتة، ممكن ان هي تترسب مع الوقت، ممكن ان هي ترسب بمرور الوقت. طيب، ذكرنا عالقات ومستحلبات، او معلقات ومستحلبات Suspensions and Emulsions. طب ما الفرق بين المعلق والمستحلب؟
المعلق لما انا اذيب ماده صلبه في سائل زي الطباشير في الميه، الرمل في الميه، بودره بودر معين كده حجم الدقائق بتاعه كبير شويه في الماء، فبالتالي ما يذوبش، فتكون حجم الدقائق في نطاق حجم المعلقات. فبالتالي اذا كانت ماده صلبه في سائل، ماده صلبه في سائل، فبيكون بتكون معلق. اما اذا كانت ماده سائله في سائل زي مثلا الزيت في الميه، الزيت لا يختلط مع الماء، لكن لو رجيت الزيت واجبرته على انه ينتشر في جزيئات الماء فبيكون ما يعرف بالمستحلب، ما يقال عنه ايمالجن. فالفرق بين المعلقات والمستحلبات ان المعلقات هي عباره عن ماده صلبه في سائل، والمستحلبات هي ماده سائله منتشره في سائل، لكن حجم الدقائق يظل حجم دقائق كبير وبالتالي بترسب مع الوقت، فتتجزأ فيه الماده المذابه الى دقائق لا تذوب في المذيب بل تنتشر فيه، يعني مجرد ان هي تنتشر فيه وبمرور الوقت ممكن ان هي تترسب هذه الدقائق، فلذلك هي محاليل بنقول عليها محاليل غير ثابته. يبقى يمكن رؤيه الدقائق بتاعتها لان حجم هذه الدقائق بيكون كبير، 1 من 10 مايكرون او اكبر من 1 من 10 مايكرون. المحاليل غير ثابته، المحاليل تنتشر فقط في المذيب ولكنها لا تذوب فيه، لا تذوب في هذا المذيب بل تنتشر فيه، ولذلك هي غير ثابته، ممكن ان هي ترسب مع الوقت. النوع الثالث من المحاليل هو ما يهمنا، هو المحاليل الغرويه او الكولويديال سوليوشنز، دي تعتبر حاله وسط ما بين المحاليل الحقيقية وما بين العالقات والمستحلبات. المحاليل الغروية حجم الحبيبات بتاعتها أقدر أقول إن هي من 1 من 1000 إلى 1 من 10 مايكرون، يعني الدقائق بتاعت هذه المحاليل بحجومها بتنحصر ما بين 1 من 1000 إلى 1 من 10 مايكرون. هي محاليل إلى حد ما ثابتة، يعني هي قد تتعرض لظروف معينة تجعل الدقائق بتاعت هذه المحاليل الغروية ممكن ان هي ترسب، لكنها لا ترسب من تلقاء نفسها بمرور الوقت، لا يمكن ترسيبها بوسائل معينة، يا اما مثلا بمواد معينة، معاملات معينة، اضافات معينة، ممكن ان هي ترسب الدقائق بتاعت هذه المحاليل الغروية، لكنها محاليل ثابتة الى حد ما. طيب الدقائق بتاعتها ممكن ان انا ما اشوفهاش بالعين المجرده، لكن ممكن اشوفها بميكروسكوب خاص بيسمى الميكروسكوب الفوقي او بنسميه الترا ميكروسكوب. الترا ميكروسكوب قوه تكبير عاليه، اقدر ان انا لو خدت قطره من المحلول الغروي ده اقدر ان انا اشوف الدقائق بتاعت هذا المحلول الغروي. اوضح مثال، افضل مثال على المحلول الغروي زي النشا في الميه، الجيلاتين في الميه، محلول هيدروكسيد الحديديك في الماء، دي كلها بتمثل محاليل غرويه، وطبعا ليها خواص معينه هندرسها فيما بعد خاصه بالمحاليل الغرويه، واحنا بندرس المحاليل الغرويه لان هي خواص البروتوبلازم بتاع الخليه والسيتوبلازم بتاع الخليه ينطبق عليه معظم خواص المحاليل الغرويه كما سنرى فيما بعد. يبقى المحاليل 3 انواع، النوع الاول اللي هو محاليل حقيقيه، النوع الثاني محاليل عالقات او مستحلبات، النوع الثالث هو المحاليل الغرويه، وعرفنا الفروق بين هذه الانواع الثلاثه. المحاليل الغرويه هنلقي الضوء طبعا على هذا النوع من المحاليل، لانه هو طبعا السيتوبلازم بتاع الخليه يكاد يكون خصائصه تشابه خصائص المحاليل الغرويه. انواع المحاليل الغرويه نوعين، المحاليل الغرويه قد تكون أحد نوعين، يا إما إن هي غرويات محبة لوسط الانتشار، بنقول مثلا لو هي وسط الانتشار هو المية، فبالتالي الدقائق بتاعة المحلول الغروي دي بتنتشر داخل جزيئات الماء وتحيط نفسها بأغلفة، فبتكون محبة للماء، محبة للماء، ملتصقة بجزيئات الماء، فبنقول عليها هيدروفيلك أو محبة للماء. فالدقائق بتاعة هذا المحلول الغروي بتحيط نفسها بأغلفة أو أغشية من وسط الانتشار، وإذا كان وسط الانتشار ده هو الماء فبالتالي بتسمى هيدروفيليك كولويدز أو محاليل غروية محبة للماء. مثال على ذلك محلول الجيلاتين الغروي والبروتوبلازم. نمرة 2، غرويات كارهة لوسط الانتشار، غرويات كارهة لوسط الانتشار كولويدز.
يعني الدقائق بتاعتها بينها وبين وسط الانتشار لا تحتفظ بأغشية من وسط الانتشار، بينها تنافر بينها وبين جزيئات وسط الانتشار، فبالتالي هي لا تتعلق بجزيئات وسط الانتشار. لو هو وسط الانتشار ده هو المية، فبنقول إن هي كارهة للماء، مثال على ذلك هيدروكسيد الحديديك الغروي. يبقى المحاليل نوعين، المحاليل الغروية نوعين، إما أن تكون محبة لوسط الانتشار أو كارهة لوسط الانتشار. هنبدأ ندرس خواص المحاليل الغروية اللي هو ما ينطبق على السيتوبلازم بتاع الخلية. خواص المحاليل الغروية، هناك عدة خواص للمحاليل الغروية نجملها في هذه الخواص السبعة. إن الدقائق بتاعة المحاليل الغروية تحمل شحنات كهربية، فالشحنة الكهربية أحد خواص المحاليل الغروية. ظاهرة انعكاس الأطوار زي ما هنوضحها فيما بعد تنطبق على أو تحدث في المحاليل الغروية. النفاذية خلال الأغشية هنوضحها برضو فيما بعد. الحركة البراونية، حركة الدقائق بتاعة المحاليل الغروية. التجمع السطحي والأدزوربشن من خصائص المحاليل الغروية. اللزوجة لها درجة لزوجة معينة، برضو دي كلها من خواص المحاليل الغروية. هنبدأ أول خاصية من خواص المحاليل الغروية هي الشحنة الكهربية. دقائق المحلول الغروي تحمل شحنات كهربية، كقاعدة عامة دقائق المحلول الغروي تحمل شحنات كهربية إما موجبة أو سالبة، يعني أي نوع من هذه الشحنات. محلول غروي الدقائق بتاعته تحمل شحنات موجبة فنقول موجب الشحن، محلول غروي الدقائق بتاعته تحمل شحنة سالبة فنقول ده سالب الشحن. مثال على ذلك، دقائق بتكون تحمل شحنات موجبة زي محلول هيدروكسيد الحديديك، زي محلول هيدروكسيد الحديديك، أو سالبة زي محلول مثلا الجيلاتين. الدقائق تحمل شحنات معينة إما موجبة أو سالبة، فدي من خصائص الغرويات. ووجود هذه الشحنات على كل واحدة من هذه الدقائق الغروية يحدث بينها تنافر، فيجعل نوع من الثبات بالنسبة لهذه المحاليل الغروية. يعني حجم الدقائق بتاعتها إلى حد ما كبير عن المحاليل الغروية الحقيقية، ولكنها لا تترسب. لماذا؟ لأن الدقائق تحمل شحنات متشابهة إما موجبة أو سالبة، نتيجة أن هذه الدقائق تحمل شحنات من نوع واحد فيحدث تنافر بين هذه الدقائق مما يمنع ترسب هذه الدقائق. يبقى لا يحدث ترسب للدقائق المحلول الغروي رغم كبر حجم الدقائق، حجم هذه الدقائق. أقول إن هو وجود الشحنات الكهربية ممكن يحافظ على هذا المحلول دون ترسب. طيب إذا تمت معادلة هذه الشحنات فإن المحلول ممكن إن هو الدقائق بتاعته تترسب. أنا هو محلول يحمل على دقائقه شحنات سالبة، لو أنا أضفت له مادة عليها شحنات موجبة أو أيونات موجبة يمكن أن تتجاذب مع هذه الدقائق بتاعة المحلول الغروي وتسبب ترسب هذا المحلول الغروي. يبقى إذا تم معادلة هذه الشحنات بأي وسيلة فإن المحلول الغروي لا يلبث أن يترسب. ممكن إن هو دي طريقة كمان لترسيب دقائق المحلول الغروي، بأن أنا بضيف له مادة مخالفة عليها شحنات أو تحمل شحنات مخالفة لما تحمله دقائق المحلول الغروي، فبالتالي تتجمع إلى دقائق أكبر فأكبر وبالتالي تبدأ إن هي إيه تترسب. مثال على ذلك، لما أنا أضيف محلول من كبريتات الأمونيوم إلى محلول هيدروكسيد الحديديك، محلول من كبريتات الأمونيوم إلى محلول هيدروكسيد الحديديك. طب هيدروكسيد الحديديك كما ذكرنا سابقا أنه يحمل شحنات موجبة، كبريتات الأمونيوم فيها أيونات الكبريتات، مجموعة الكبريتات دي تحمل شحنات سالبة، فبالتالي دي شحنات سالبة في الكبريتات وشحنات موجبة موجودة على أيونات هيدروكسيد الحديديك، وبالتالي يحدث تعادل للشحنات السالبة مع الشحنات الموجبة وبالتالي يحدث ترسب لدقائق المحلول الغروي. الخلاصة أن المحلول الغروي دقائقه تحمل شحنات كهربية إما موجبة أو سالبة. خاصية أخرى اللي هي انعكاس الأطوار. انعكاس الأطوار اللي هو الغرويات ممكن تكون موجودة في أحد صورتين، يا إما صورة سائلة يا إما صورة صلبة، ويمكنها التحول من أي صورة إلى الأخرى. يعني مثال على ذلك اللي هو
تحول الغروي الى الصوره الصلبه بنقول عليه التصلب او الجيليشن. اما تحول الغروي من الحاله الصلبه الى الحاله السائله بالتدفئه، برفع درجه الحراره، باي وسيله اخرى، ممكن نقول عليه ده هو السيوله او سوليشن. طيب التحول من السيوله الى الصلابه او العكس بنسميه ظاهره انعكاس الاضواء، وهي موجوده في معظم في الغرويه، وهي موجوده في الغرويه. يبقى انعكاس الاطوار اللي هو تحول المحلول الغروي من السيوله الى الصلابه او العكس. يعني لو انا عملت تدفئه للمحلول اللي هو موجود في الصوره الصلبه، انا اسخن الجيلاتين ده هيبدا يفك مره تاني ويتحول الى الصوره السائله. طب لو انا سبته يبرد شويه هيحصل له جيليشن ويحصل له تصلب، وبالتالي يتحول الى الصوره الصلبه. فدي بنقول عليها انعكاس الاطوار. نفاذيه، طبعا النفاذيه اللي هو مرور دقائق المحلول الغروي عبر الاغشيه، وعاده نقول الاغشيه شبه المنفذه. أغشية شبه المنفذة مثل أغشية السيلوفين أو السيلوفان. لا تنفذ دقائق المحاليل الغروية خلال الأغشية شبه المنفذة لكبر حجم الدقائق، بالتالي لا تستطيع أن هي تنفذ خلال الأغشية شبه المنفذة. وبالتالي عشان أنا أفصل محلولين، مثلا عندي محلول حقيقي مخلوط مع محلول غروي، أقدر أفصل المحلولين عن بعض بأن أنا أعمل إيه؟ اعمل لهم حاجه اسمها الدياليسيز، الفصل الغشائي، عن طريق وضع هذا المحلول في غشاء، خلاص، وينفذ من خلال هذا الغشاء دقائق المحلول الحقيقي لان هي صغيره جدا، وتظل دقائق المحلول الغروي محبوسه داخل هذا الغشاء. فبتستخدم هذه الخاصيه للفصل بين محلول حقيقي ومحلول غروي. من خواص المحاليل الغرويه ايضا ظاهره تندال. ظاهرة تندال تتعلق بمرور الشعاع الضوئي من خلال المحاليل عند إمرار شعاع ضوئي. لو أنا تم تسليط شعاع ضوئي على محلول معين، سواء محلول حقيقي عالقات ومستحلبات أو محلول غروي، فبنجد إن هو خلال المحلول الحقيقي بيمر الشعاع الضوئي دون أن نرى مسار هذا الشعاع، بينما خلال المحلول الغروي يمكن رؤية مسار الشعاع بالعين المجردة. ليه؟ نتيجة بعثرة الأشعة على أسطح الدقائق الغروية. في دقائق غروية موجودة، هذه الدقائق الغروية تقوم بتشتيت الشعاع الضوئي المار خلال المحلول، وبالتالي يظهر مسار الشعاع بوضوح خلال المحلول الغروي. الحركة البراونية، لما بنفحص دقائق المحلول الغروي بنلاحظ ان هي في حالة حركة مستمرة، حركة اهتزازية عشوائية. هذه الحركة اكتشفها احد العلماء براون، اسمه براون، واطلق عليها اسم الحركة البراونية. هذه الحركة حركة مستمرة نتيجة ان هذه الدقائق تحمل شحنات كهربية، وفي تنافر مستمر بين هذه الدقائق. حدوث هذا التنافر يجعلها في حالة حركة مستمرة. هذه الحركة اسمها الحركة البراونية. يعني لو تم فحص دقائق المحلول الغروي تحت الميكروسكوب، ميكروسكوب فوقي أو ميكروسكوب إلكتروني، بنلاحظ أن الدقائق بتكون في حالة حركة اهتزازية عشوائية. هذه الحركة اسمها الحركة البراونية، وهي مميزة للمحاليل الغروية. خاصية أخرى اللي هي التجمع السطحي أو الأدزوربشن أو تسمى الإدمصاص. لما مادة معينة يتم تفتيتها إلى وحدات صغيرة، فبالتالي كل وحدة من هذه الوحدات بتحمل شحنات كهربية على أسطحها، بتميل إلى أن تعادل هذه الشحنات فتسبب جذب لمواد أخرى على أسطحها. هذه الخاصية بتسمى الإدمصاص أو التجمع السطحي أو الأدزوربشن أو ما يعرف بالأدزوربشن. فالمحاليل الغروية بتبدي هذه الخاصية اللي هي خاصية التجمع السطحي أو تجميع الدقائق على أسطح. أيضا من خواص المحاليل الغروية اللزوجة. المحاليل الغروية بتبدي درجة لزوجة معينة. اللزوجة معناها مقاومة المادة للانسياب باختصار.
يعني مثلا العسل بتلاقي قوامه كثيف شوية، الجليسرين برضو كذلك قوامه كثيف شوية بعكس الماء مثلا. فمقاومة الانسياب دي بتسمى اللزوجة، فالمحاليل الغروية عادة بتبدي درجة لزوجة معينة. الغرويات المحبة للماء بتكون لزوجتها مرتفعة نتيجة ارتباطها بجزيئات الماء، بعكس الغرويات اللي هي بتكون كارهة للماء أو لوسط الانتشار بتكون لزوجتها أقل. يعني لو في مقارنة ما بين الغرويات المحبة للماء والكارهة للماء، أيهما لزوجتها أكثر؟ تكون الغرويات المحبة للماء بتكون ليها درجة لزوجة أعلى من الغرويات الكارهة للماء. لكن درجة اللزوجة متعلقة بخاصية ذكرناها سابقا اللي هي انعكاس الأطوار، يعني بتتعلق مثلا بدرجة الحرارة. لو كان مثلا في ارتفاع في درجة الحرارة بتقل درجة اللزوجة، اللزوجة تتناسب عكسيا مع درجة الحرارة، فاللزوجة بتتأثر بشكل كبير جدا بدرجة الحرارة. لما بترتفع درجة الحرارة بتنخفض اللزوجة، ولما بتقل درجة الحرارة بتزداد اللزوجة. بندرس ليه خواص المحاليل الغروية؟ لأن البروتوبلازم بتاع الخلية أو المادة الحية اللي موجودة داخل الخلية النباتية أو أي خلية له طبيعة غروية، فهو عبارة عن نظام غروي معقد. بالدقائق اللي موجودة فيه هو عبارة عن نظام غروي معقد، يعني هو خليط من عدة أنواع من محاليل مختلفة، منها ما هو موجود في صورة غروية مثلا زي البروتينات والإنزيمات، منها ما هو موجود في صورة محاليل حقيقية مثل المواد الكربوهيدراتية، وممكن يكون البعض موجود في صورة مستحلبات مثل الدهون. ولكن باختصار فالبروتوبلازم الخلوي الموجود داخل الخلية الحية يبدي جميع الخصائص العامة للمحاليل الغروية.